بونجور. اليوم بدنا نعمل سكراب بالكركم. وتنعمل سكراب بالكركم او العقد الصفراء او التوميريك، نحن بحاجة ل كوب واحد من السكر، ملعقتين كبار من الكركم، وربع كوب من الزيت، زيت الزيتون. فيكم تحطوا انتو الكوكونات او زيت اللوز، يعني فيكم تستعملوا بدل زيت الزيتون زيت جوز الهند او زيت اللوز. اوكي، هلا انا عندي جات هيك ابيض، بدنا نبلش نخلط المكونات. اول شيء رح نحط كوب واحد من السكر، بدي كمان مثل ما قلت ملعقتين كبار كركم. هلا تحكيكم شوي عن الكركم. هيدا الكركم خاص بالبشرة، مش مثل الكركم اللي منجيبه من للطبخ يعني من السوبر ماركت. هيدا بينشرى بمحلات خصوصي اللي بتبيع الزيوت والأعشاب، أكيد عندكم منا أنتو بكل بلد في منا. نحن عنا محل كتير مشهور وبيقولوا له العطار، يعني هو من عند العطار بيجيبوا هالشغلات. بتروحوا لعنده بتقولوا له بدي كركم للبشرة. أوكي، كركم البشرة هو يعني مش مثل الكركم السوبر ماركت اللي بنشتريه من السوبر ماركت اللي بنستعمله بالأكل. ليه؟ لأنه ما بيترك بقع على البشرة. هلا فيكم انتو تستعملوا كركم العادي تبع السوبر ماركت، فيكم، بس بده يعمل بقع على البشرة. مع الثلاث أربع مرات تغسلوا وجهكم أو بشرتكم بيروحوا. بس هيدا اللي أنا عندي جايبته من محلات خصوصي واللي مخصص للبشرة، يعني كركم البشرة. أوكي، حنحط ملعقتين كبار، ملعقة اثنين. أول شي بدي أخلطهم. وبدي حط نص أو قلنا ربع كوب زيت، زيت زيتون. ونحن بنشوف هلا إذا بحاجة بعد. يعني حسب انتو قديه بدكم السكراب. هلا في منهم بحبوا السكراب يكون كتير اويلي، يعني كتير في زيت بقلبه، وفي منهم عادي. يلا هلا برجع لكم لاخلطهم شوي بعد. اوكي، وهلا من بعد ما خلطتهم كتير منيح بدي احط لهم كمان اسينشال اويل اللي هو الابريكوت. بدي احط ست نقط. هذا صراحه كتير حلوه ريحته، ريحه المشمش الابريكوت. الحلو بالكركم تبع البشره هو اكيد بيعمل لون اصفر، بس من اول غسله بيروح، يعني مش مثل الكركم تبع السوبر ماركت بدكم تضطروا تغسلوا وشكم اربع مرات ولا ثلاث مرات تيروح اللون. هيدا من اول مره بيروح اللون دغري. هلا صار جاهز عنا. فيكم مثل ما قلت لكم تزيدوا زيت، وفيكم تستعملوه هيك تخلوه هيك. هلا صار وقت نسكبه بالمرطبان. انا عندي مرطبان هيك مهضوم مثل ما شايفين. هيدا هون بيجي بقلبه ملعقه. اوكي، بدنا نسكب سكراب الكركم فيه. لونه كتير حلو. هلا اذا بفرجيكم انواع السكراب اللي عندي ملونين، يعني كل مرتبين لون كتير حلوين عن جد. واو، كتير حلو كتير حلو طلع.
هيدا صار شكله، تخيلوا قد ايه حلو وريحته كتير حلوة. هلأ كركم البشرة بيعطي ريحة خفيفة كتير كتير، وحطينا الأبريكوت مع ريحة الكركم الخفيفة، طلعت عن جد كتير ريحة حلوة. هلأ بتشوفوه بالشكل النهائي، بس قبل بدي أخبركم عن فوائد سكراب الكركم. هلأ من فوائد سكراب الكركم، أول شي بيعالج الندوب اللي خلفتها الحبوب، يعني مثلاً حب الشباب أكيد بيترك حبوب وآثار على البشرة والظهر والكتاف والوجه. بعد ما يتعالجوا، يعني أكيد حبوب حب الشباب بده يتعالج عن دكتور يعني، بس الحبوب اللي بيتركها سكراب الكركم بفيدة، يعني بيروح لكم كل الحبوب، حتى إذا مش حب شباب يعني أمرار نحن بتطلع لنا حبة بإيدنا بتعمل هيك بقعة مزعجة كتير عن جد على البشرة، كتير مزعجة بتكون، أو على الإجر أو على الظهر كتير مزعجة. فمشان هيك لازم نستعمل السكراب مرتين بالأسبوع ونداوم عليه مع صابونة الكركم اللي بدنا نساويها إن شاء الله بكرة. يعني عن جد من بعد أول أسبوع بتلاقوا نتيجة دغري. هيدي شغلة. تاني شغلة بغذي البشرة، لأنه الكركم غني بفيتامين إي وبيعالج الكلف والنمش، عرفتوا؟ يعني بتعملوا سكراب على الوجه، سكراب بالكركم، وبتغسلوه كتير منيح، وبتستعملوا معه صابونة الكركم كل يوم. الصابونة بدها نستعملها كل يوم، والسكراب بنعمله مرة بالأسبوع للوجه ومرتين بالأسبوع على الجسم. هلأ طريقة الاستعمال، بتحطوا أكيد كمية، إذا عندكم هيدي الليفة اللي بنشتريها خصوصي مخصصة بتكون للسكراب، بتكون قاسية هي، بتحطوا هيك تقريبا شي نص ملعقة، شوية مي، شوي على الجسم المي، وبتفركوا محل الحبة أو محل ما بدكم تعالجوا، المنطقة اللي بدكم تعالجوها يعني من الحبوب. ومثل ما قلت لكم بنعمله مرتين بالأسبوع، وها هي. وللوجه مرة بالأسبوع أكيد بدون ليفة بدون شيء، بنحط أطراف أصابيعنا شوي وبنفرك وجهنا بحركات دائرية لمدة دقيقة أو دقيقتين، ما تكتروا مشان ما تأذوا البشرة، لأنه مثل ما بتعرفوا السكر بيجروح البشرة. فقد ما بتتحملوا شوي شوي بتغسلوا بعدين وشكم بالمية الفاترة. هلأ بدي زين السكراب. أنا عندي ورد أصفر، بدنا نحط له تاتش، ما فينا يعني لازم. أنا حبيت حط له وردة كبيرة هيك، لحظة نشوفها بدنا نحطها. بس هيدي مثل وردة العروس اللي بتنحط ورا الدينة، هيك كانوا يعملوا من زمان. كتير مهضوم طلع. يلا هلا بتشوفوه بالتصوير النهائي، وهيدي النتيجة النهائية لتوميريك سكراب أو سكراب الكركم. طلع كتير حلو عن جد، ولونه بجنن كتير حلو اللون مثل ما شايفين. لازم تجربوه لأنه كتير مفيد، وما تنسوا بكرة تحضروني لتتعلموا معي صابونة الكركم اللي هي كمان مفيدة جدا للبشرة. لهون بكون خلص الفيديو. بليز ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب تيوصلكم كل شي جديد مميز. Merci.